المناطق اللي بنسكن فيها منا بس مسؤولية المجالس البلدية والجمعيات، كل واحد منا عنده دور مهم للمحافظة على نظافة بلدته من خلال خطوات بسيطة. أصحاب المحلات التجارية لازم يحافظوا على نظافة الواجهة والرصيف قدام المحل ويشيلوا الزبالة بشكل يومي. أصحاب المصانع لازم يشيلوا جميع المخالفات الناتجة عن عمليات التصنيع ويفصلوا الزبالة حسب درجة خطورتها ويحطوها داخل كيس مخصصة ويبلغوا أعمال النظافة بمدى خطورتها. لازم يتم إزالة مخالفات الهدم والبناء لما تتعدى المساحة الخاصة بالمشروع ونقلها مباشرة للأمكنة المتخصصة. أصحاب المشاريع السكنية لازم يوفروا مساحات خضراء قدام واجهات البنايات، ولازم أصحاب الشقق يهتموا بالمساحات الخضراء وما يقوموا بتغييرات بتأثر على واجهة البنايات. ساهموا بتنظيف وترتيب مناطقكم and go green.